ترجل من طائرته حاملا معه تفاهما إلى جوبا. عبد الفتاح البرهان يمد يد الحكومة الانتقالية السودانية مجددا إلى الحركة الشعبية شمال. استئناف المفاوضات بين الخرطوم وفصائل جوبا المسلحة هو الغاية، والمضي سوية نحو مسار السلام المليء بالمطبات. زيارة البرهان ليست إجراء روتينيا، هدفها توقيع اتفاق إعلان المبادئ مع قائد الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، صيغة من روح اتفاق السلام بين الخرطوم وفصائل الجنوب المسلحة في أكتوبر العام الماضي. إعلان المبادئ يزيل النقاط الخلافية بين شطري السودان، أهمها فصل الدين عن الدولة. الحلو أراد العلمانية نقطة ارتكاز في الكيان السوداني الموحد، لكن المكون العسكري للحكومة الانتقالية السودانية تلكأ في قبول هذا الشرط، ووجه انتقادات لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك حين قبل به. المعطيات تغيرت وباتت تتطلب تعاضدا سودانيا داخليا يطبق على الأرض وليس في مراسم توقيع الاتفاقات. الجارة الإثيوبية متأهبة تترصد التحركات السودانية، والتوتر يسود الحدود. تشرذم الفرقاء السودانيين في هذه المرحلة لن يخدم الخرطوم أو جوبا في شيء، ولهذا السبب ينص اتفاق إعلان المبادئ على دمج مقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان في الجيش السوداني بنهاية الفترة الانتقالية. اتفاق أكتوبر 2020 لم يشمل حركة عبد العزيز الحلو واسعة النفوذ في جنوبي كردفان والنيل الأزرق، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور المتنفذة في دارفور. الآمال معقودة على فتح صفحة جديدة في التاريخ السوداني عنونت عقود من الحرب الأهلية، والوقت حان للتخلي عن السلاح. ينضم إلينا من الخرطوم رئيس تحرير صحيفة الجريدة السودانية أشرف عبد العزيز. أهلا بك سيد عبد العزيز. يعني ما الفرق بين هذا الاتفاق أو إعلان المبادئ هذا مع إعلان المبادئ الذي وقعه حمدوك؟ هو يعني الفرق في الجديد أنه تم اعتراف من قبل رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام لقوات الشعب المسلحة بأن بإدراج العلمانية في الدولة وتحت نظام فيدرالي، وهذا هو الجديد في هذا الاتفاق، لأن في المرات السابقة كان هنالك تلكؤا وكان هنالك رفضا واضحا من قبل القوات المسلحة في المسألة المتعلقة بعلمانية الدولة الذي ظل يشترطها الحلو، وكانت القوات المسلحة ترى أن هذا الشرط يمكن أن ينفذ في إطار مؤتمر دستوري أو بعد انتخاب الحكومة القادمة في أعقاب نهاية الحكومة الانتقالية. ما الذي غير موقف المجلس العسكري أو المكون العسكري في السلطة الآن؟ بالتأكيد يعني هنالك تسابق واضح فيما يتعلق بالوصول إلى عملية استقرار في السودان، خاصة وأن السودان يعاني كثير من النزاعات والصراعات، وبالتالي تتهدده كثير من المهددات الأمنية. في الآونة الأخيرة أيضا بالرغم من تحقيق السلام عبر جوبا، والآن هنالك أطراف من العملية السلمية يشاركون في الحكم، إلا أنه بات من الواضح والمرجح ضرورة استقطاب بقية القوى التي لم تكن ضمن عملية السلام. الجديد في الأمر أنه هنالك توافق وتنسيق في الحكومة الجديدة ليس كما كان هو عليه في الحكومة السابقة. إذا الآن هنالك تقاسم للأدوار بين السلطة المدنية والسلطة العسكرية فيما يتعلق بعملية السلام. ولكن هل هذا صوريا وظاهريا فقط، يعني جمع الأطراف الأخرى ولقائهم في منتصف الطريق فقط للتعامل مع التهديدات أو الاستحقاقات الخارجية وكسب الوقت عمليا للتعامل معها؟ إلى أي درجة فعلا البرهان ملتزم في تطبيق هذا الإعلان المبدئي الأول لناحية فصل الدين عن الدولة وأيضا لناحية الفيدرالية المطروحة؟ هو من الواقع الحالي بالنسبة للسودان من حيث الأوضاع السياسية واضح جدا أن السودان يسير نحو العلمانية بخطى حثيثة، خاصة وأن هنالك كثير من القوانين التي يطالب الحلو بتعديلها الآن قد عدلت تماما، وهي الآن أقرب إلى وجهة عبد العزيز الحلو نفسه رئيس الحركة الشعبية شمال، ولم يتبقى غير اللافتة فقط الإعلان أن هذه الدولة هي دولة علمانية ولم تعد دولة غير علمانية كما كانت في السابق. إذن المسألة هي مسألة شكلية، ويمكن من خلال المرونة في التفاوض يمكن الوصول إلى حلول بشأن هذا
الأمر ولم يصبح هذا الاشتراط صعب. هل يفترض بعد هذا الإعلان أو التوقيع عليها أن يكون هناك بدء بمفاوضات مباشرة؟ يعني هل واضحة بالنسبة لك المسار المقبل يعني استكمال هذه الخطوة؟ بالتأكيد يعني هي صحيح هذا الواقع، يعني أنه تم فرش الورود على منضدة التفاوض، ولكن لا يعني أن الأشواك لم تعد موجودة، لا زالت هنالك كثير من الأشواك موجودة. هذه المفاوضات ستحفها كثير من المطبات، خاصة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية. قوة عبد العزيز الحلو الحركة الشعبية الشمال هي قوة ليست بالسهلة، وهي قوة كبيرة، وإذا كان حتى الآن لم يتم يعني إنفاذ الترتيبات الأمنية بحسب اتفاق جوا مع الحركات الموقعة من حركات دارفور والحركة الشعبية الأخرى، فهذا يعني أن يعني ضم قوات عبد العزيز الحلو إلى الجيش تدريجيا أيضا ستأخذ مزيدا من الوقت، وهذا يعني أن هنالك عقبة أساسية قد تواجه التفاوض فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية. إذا كانت الأطراف مدركة بضرورة تسريع الخطوات فهذا ممكن، لكن من ناحية شكلية نجد أن كل المتفاوضين أن التفاوض السوداني دائما يتسم بالبطء فيما يتعلق بحسم النقاط الخلافية، خاصة فيما يتعلق بشأن القوات. نأمل انه لا يكون هنالك اي اشكالات تواجه الاطراف المتفاوضه. شكرا جزيلا لك من الخرطوم رئيس تحرير صحيفه الجريده السودانيه سيد اشرف عبد العزيز.